ما تم في مخيم الشمس. احنا لم نفاجأ في اسلوب الاحتلال اللي تعودنا عليه، هاجم المخيم، ارتكب مجزرة في وضح النهار بدون سابق انذار، هاجم البيوت، هاجم المرافق، جرف كل شيء تقريبا، دمر البنية التحتية، البنى الصرف الصحي، المياه، قطع الكهرباء مباشرة عن كل سكان المخيم. والله فاتوا اقتحام، هو تقدر تقول مش اقتحام، بس اجتياح يعني. قاعد اشطب من 24 ساعة زي ما صار بجنين تقريبا. قاعدين بهالدور لا كهرباء ولا نت ولا حتى يعني تليفونات طفت، فش ولا شيء، مش عارفين اخبار برا. وبالتاج لما طلعت من الدار لقيت المحل النادي المخيم كليته مدمر، ضاربين صاروخ على المحل، صالون حلاقه طبعا، وزي ما انت شايف تدمير شامل.